الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي ولا نار. اهلا بكم وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي، والنهاردة يوم جديد بعد عودة الدوري الانجليزي. ميدو مساء الفل. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. الدنيا كويسة؟ اه الحمد لله. حازم سيف ازيك؟ انك اخبارك ايه؟ وحشني. عامل ايه؟ الحمد لله. مش هتسافر تاخد لك يومين كده في حته؟ الاسبوع الجاي بقى، احنا بقالنا كتير ما سافرناش. تطلع الجونه ان شاء الله، يعني نطلع الساحل ان شاء الله. ساحل ان شاء الله، يلا الدنيا مساحات والسوشيال ديستانسنج نعملها ان شاء الله باذن الله. مين هو يعني تعادل 93 93؟ بس انا متقدم في السكور. حظه يعني انا سكور توتال سكور انا متقدم. بلاش انت يا عم، اقسم بالله بلاش انت. توتال سكور ايه ده؟ انا اربع مرات اتعمل اربعه يا ابني. لا عمل اربعه في عمل اربعه وايلد كارد والله. اربعه وايلد كارد ده والله حظ بومي. عشان استاذ جوارديولا عندي خلص عليا، ما لعبش دي بروين ربع ساعه وما لعبش الموضوع خلص كويس. لا انا يا عم يلعبهم من الاول. طيب الناس ماشيه وجايبه اجوان في الماتش مع ارسنال. الدوري الانجليزي رجع بالمستوى اللي في دماغك؟ يمكن احسن دوري، او احنا عشان بنحب الدوري الانجليزي فحاسين انه دوري قوي. لكن طبعا لسه انت تلاحظ كل ماتشات الدوري الانجليزي يا سيف في واحد او اثنين بيتعور اول ربع ساعه. يعني بقت امبارح جوارديولا، امبارح اجويرو، ليفربول الاثنين ماتيب وميلنر. ميلنر اللي هو اللي ما بيتعبش، جاله شد في الخلفيه، فطبعا بتاخد منهم اكيد. يعني لا اللعيبه لسه مش فت. يعني الغريبه برضو ان يعني لو بيعمل خمس تغييرات ما نزلش صلاح، هو صلاح حتى لو يديله 10 دقائق. ما هو المشكله ان صلاح كان مصاب، وكان هو اللي بره قائمه الفريق اساسا، وقبل الماتش اليوم اعلن ان صلاح هيبقى موجود. انا شايف ان يعني ما كانش فيه داعي للريسك. ليفربول كده ياخد الدوري لما يكون عندك لعيب ممكن تاخد عليه ريسك في ماتش مهم ماشي، انما كلوب كان بالنسبه له عدم المخاطره بصلاح مهما كانت النتيجه، على حسب نوع الاصابه في رايي ان هو كان قرار سليم. حازم يعني فرقتك فايقه الاسبوع ده مين او المفاجاه مين؟ بص يا سيف انا كنت عارف يعني اولا عملت تريبل كابتن مع دي بروين وكان ماشي كويس جدا. دي بروين 45 نقطه، جاب دي بروين جايب 49 45، بس منهم ال 45 دول كلهم 43 في الماتش الاولاني بس، او 42 في الماتش الاولاني، لانه لاعب جاب جون وعمل جون وخد الحاجه 40 نقطه. الماتش اللي فات قلت لو لعب هياخد له بونص بتاع 12 حتى لو ما عملش حاجه، يعني معنى لو لعب الماتش اللي فات ده بتاع بيرنلي امبارح كان هيجي له جون كتير يعني برايت، فما لعبوش خالص او لعب ربع ساعه ونص ساعه وما لعبش بقى ستيرلينج خالص، فطبعا قلشت مني شويه. اللي برضه خلص عليا ايجن لعيب بتاع شيفيلد، عمل ماتش كويس قوي يوم الاربعاء وبعدين اتطرد في ماتش نيوكاسل، فخد بعد ما كان عامل 6 نقط نزل 3 نقط. لكن الفرقه بشكل عام اوتوماندي ما لعبش الماتش الاولاني، لعب الماتش الثاني فخد 6 نقط. يعني كان حظي مش حلو في الهجوم بالذات، الهجوم عندي كلهم يعني حاط يوتا وولفرهامبتون ما جابش حاجه نقطتين، راشفورد ما جابش حاجه برضه خد نقطتين، وكالفرت لوين مضيع جون عملها كويس في ماتش ليفربول، فخط الهجوم هو كان اقل واسوء خطوط عندي اللي جابت نقط. يعني ميدو فوقك مين؟ دي بروين برضه. الفرق ما بيني وما بين كابتن حازم ان هو انا عنده كابتن وهو عنده تريبل كابتن، فجاب لي 30 نقطه، هو اكتر لعيب طبعا جاب نقط، والباقي كله متوزع على كله. هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد المعار من اللي ده شال تجديد اعارته من مانشستر يونايتد لنهايه الشهر على فكره الاسبوع الجاي. ليه؟ عشان ما يلعبش في شيء ممنوع يلعب قدام مانشستر. ممنوع لو حطوا شيء قانون. قانون معاشي. طلع عمل 13 نقطه كلين شيت ثلاث نقط في السيفز والبونس، عم جاب لي برضه، فهم الاثنين جابوا لي 43. وكمان دي ماتش مانشستر سيتي 6 نقط عشان الكلين شيت. لاندسترام شيفيلد يونايتد 5 نقط، اوريه من توتنهام 5 نقط. ولو كان توتنهام طلع كلين شيت دخل فيه جول طبعا ضربه الجزاء. دي بروين طبعا، بيرخفن من توتنهام جاب جول جميل جدا في مانشستر يونايتد. جول كويس قوي. لا هو لسه يعني جاي قريب بس هو كان بيجيب جول من ساعه ما جه، هو شغال جول كويس ولعيب كويس قوي، معاك ورك ريت عالي جدا. والجول اللي جابه في مانشستر يونايتد، الحاجه الغريبه يا هند سوري في ماتش مانشستر يونايتد وتوتنهام ان مورينيو الوحيد في الدوري الانجليزي اللي عمل تغيير بس ما عملش خمسه، مع ان كل الناس بتستغل. عمل تغيير بس قال لك اصل انا ما عنديش لعيبه.
هو على فكره بعد ما كانوا بيسالوا انت عندك خمس لعيبه ما عندكش غير اثنين ده اللي هم ما عنديش لعيبه عندهم. هو مورينيو عنده هدف، هو شغال بالتوازي زي النتائج الجيده، هو عايز يوضح مسج صريحه للعالم كله ان توتنهام فريق او كسكواد فقير. حتى كل التصريحات بتاعته ان توتنهام الفتره اللي جايه مش هيبقى زي الفرق الثانيه، توتنهام مش هيقدر ان هو ينافس الفرق الثانيه في الانتقالات. هو عنده هدف بيشيل من عليه ضغط، يعني بيشيل الضغوط اللي من عليه ان انا يا جماعه ما تعاملنيش ان انا ماسك مان سيتي ولا، وعلى طول هتلاقيه بيعمل مقارنات، بصوا جوارديولا عنده لعيبه عامله ازاي، بصوا حتى قبل الماتش على طول كابتن حازم هتلاقيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان 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 في لعيبه طلعت بره القائمه بتاع مانشستر يونايتد يقدروا يلعبوا في فرقتي. يعني هو دايما عايز يوصل المسج ده، عشان كده ممكن يكون عمل تغييرين تغييرين. بس خيمينيز وولفرهامبتون جاب جون حلو جدا، وشفنا الماتش بتاع وولفز ازاي ده ممكن بديل يغير لك الماتش. تراوري اداما نزل عمل اثنين اسيست وكان كان كويس جدا، 8 نقط. وايو كريستال بالاس جاب جول في ماتش بالاس وبورنموث، وبالاس كانوا كويسين جدا، كانوا كويسين جدا طول الماتش. وباميانج من ارسنال 4 نقط. طيب نروح فاصل ونرجع نتكلم على الجوله ال 30 ومفاجاتها والنتائج الطبيعيه ولا لا بعد الفاصل. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن حازم اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك افرادسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره، تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيي. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده؟ اقول لك ايه الاسرع، تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر، كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء، وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين، واي تكييف تاني بايد واحده. بالظبط. سوفونير بقى يا كابتن على الجبس. القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن. القلم يا جماعه، ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. It's time to Time to think outside the box. ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الأكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضة. It's time to stay fit. It's time It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جي الوقت انك تطلع طاقة. ان احنا نفكر برا الصندوق. جي الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح. اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. رجع لكم تاني ونتكلم على الاسبوع ال 30 للدوري الانجليزي. اول ماتش نورش، ده نتيجه طبيعيه الاسبوع ال 30 ليستر سيتي. الماتشات اللي فاتت ولا جايه؟ الماتشات اللي فاتت الاسبوع ال 30 اللي فات. اول ماتش كان مانشستر سيتي 3-0. لا طبعا نورش بدأوا الموسم كويس جدا، لكن الواضح ان هم هينزلوا. عندهم 25 نقطة، والماتش اللي فات كانوا وحشين قوي، يعني ساوثهامبتون كان يعني كأنها تقسيمة بالنسبة لهم. أنا اتفرجت على الماتش توتنهام ومانشستر يونايتد 1-1. ماتش يعني ماتش متكافئ، مش صعب. توتنهام دلوقتي من فرق ال ما بقتش تلعب زي الأول، ما بقتش تلعب كرة هجومية بحتة، ما بقتش الأدوار الهجومية الصن بقت نوعا ما ممكن تبيع راس حربة مش نص ملعب أو تحت راس حربة شوية. اللعيبه الدفاع الهجومي اللي كانت موجود فيها والشكل بتاعها ما بقاش موجود زي الاول. مانشستر يونايتد يعني نتيجه مش وحشه، بيلعب بعد عوده. يعني بص، اول ماتشات دايما لكل الفرق، يمكن الوحيد اللي انا شايفه كويس قوي هو مانشستر سيتي. لعب ماتشين، الماتشين مع فرقه يعني فرقه كبيره زي ارسنال تسيد الماتش تماما، وفرقه متزايله شويه تسيد الماتش تماما. هو الوحيد اللي محافظ على السيستم والريتم بتاعه. ليفربول مش محافظ على ريتمه ولا لعبه طول الماتش مع
مع ايفرتون. تشيلسي الشوط الاول كانش كويس، الشوط الثاني رجع كويس. هتلاقي الفرق كلها متذبذبه ما عدا مانشستر سيتي هو اللي رجع، وده يمكن بان الماتش اللي فات يا سيف الثاني، ان عمل حوالي 7 تغييرات في الماتش. يعني طاقم الديفنس كله متغير، المهاجمين متغيرين، نص الملعب لعب بحوالي اسامينو، انت راجل مدير مدرب، لعب محرز اشول، برناردو سيلفا اشول، ديفيد سيلفا اشول، فودين اشول، اسمه ايه باك باك الشمال من اوكرانيا سيتشينكو ولا حاجه اشول، حوالي 6 لعيبه شول في الفرقه كتير، وبعدين منهم كلهم في اتنين تلاته بيلعبوا ناحيه اليمين، يعني محرز وبرناردو سيلفا الاثنين بيلعبوا شمال ناحيه اليمين، طيب هيلعبوا الناحيه الثانيه، ناحيه الثانيه سيتشينكو وديفيد سيلفا شمال، يمكن تقريبا محرز هو الوحيد اللي بدا الماتشين. يا اما لو لاحظت مش هتلاقي حد بيلعب بالشكل ده كتير، فهو الوحيد متهيألي مانشستر سيتي يا سيف في كل ال 20 فرقه اللي انا شايفه محافظ على الريتم بتاعه كانه كان مفيش راحه يعني. لسه بامين. ماتش حلو، ماتش ابتدوا في اخر ماتش قدروا ان هم يحرزوا التعادل، وكان ماتش حلو جدا، ولسه لعب ماتش كويس، لكن واتفورد من الفرق اللي لسه طبعا في الثالث وفرقه كويسه جدا مع برندن روجرز، لكن واتفورد من الفرق اللي الكيرف بتاعها هيعلى في رايي. حازم ارسنال من سيء الى اسوء. يعني اولا ده ماتش مانشستر سيتي بكميه ولاد صغيرين، انا شايف برضه الماتشات الكبيره انت محتاج خبرات كبيره جدا، دي حاجه. ثاني حاجه ديفيد لويس يا جماعه، يعني انا بشوفه واحد ضاحك على العالم كله، ديفيد لويس من اللعيبه اللي ضحك على مثال للايجنت الكويس، عنده ايجنت كويس، لان يعني في تشيلسي هو مشي ولامبرد اول ما جه قال لك انا مش عايزه، لانه دايما عنده كوارث، هو لعيب ستايله حلو، بيجيب اجوان، بيشوط فاولات، الحته الهجوميه بيعملها كويس، وده بيخلي الناس ما تاخدش بالها من اخطائه الدفاعيه في التمركز في الفاولات والبنتات اللي بيعملها بشكل يعني عارف، لو بيلعب في الدوري المصري هتاخد اللي هو المدافع اللي هو اللي ما عندوش حسابات، هو فتح الله الدوري المصري. لا لا فتح الله فتح الله الدوري كويس، فتح الله كبير، فتح الله جاب دماغه اكتر ما بيلعب باسمه. خلص عليه ماتش مانشستر سيتي، الجول الاول بيقلش في 18 راح السيلينج جايبها بينالتي، قتل الماتش تماما واتطرد، خلص على الماتش تماما. احلى حاجه ان هو بارد جدا يعني، طلع عادي جدا مش مشكله، بس انا بقول لك يعني ارتيتا تغيير كان سيء جدا. الماتش الثاني نفس الكلام لارسنال، وكان العالم كله بيتغير بعد كورونا الا الارسنال، دايما الفصول البارده بتاعته يكون كسب 1-0 ويتعادل 1-1 والفرقه تخش تدخل فيه جول في الدقيقه 94 وانت بتلعب المفروض على الاقل اليوروبا ليج او الشامبيونز ليج. انا بشوف دايما مشكله ارسنال لسه في الانتدابات، وكل واحد بيجي دايما عايز يحط ان اللعيبه الصغيره ماشي، لكن مثلا واحد زي اوزيل ده هيقول لك ما بيجيش وميت، يا جماعه ما ينفعش اوزيل ده يبقى بره الفرقه في الماتشات، ابوها ليك بتخسر، خسرت من فرقه في اخر الجدول وخسرت من فرقه في اول الجدول وبتلعب ولاد صغيرين بس، وبعدين ما انت في الاخر برضه عايز اللي يفنش، الراجل اوميانج ده عمال يجي مين بيلعب له الكوره؟ انت اللعيبه الصغيره كويسه، لكن في لازم يكون معاهم لعيبه كبيره، حتى لو هيلعب معظم او نص الوقت حطه، ما تقعدش طول المره. لاكازيت ما بيلعبش خالص بقى الماتشين ما لعبوهمش تقريبا، لاكازيت ما اعرفش ليه ما بيلعبش، الماتش الاولاني ما لعبش خالص مانشستر سيتي، ما اعرفش يعني ارتيتا دماغه فيها ايه، لكن طبعا اسبوع كارثي بالنسبه لارسنال، 6 نقط راح من الست، راح 6 نقط. وستهام؟ لا وستهام عنده مشاكل، انا في رايي ان التفكير في ان ديفيد مويس يرجع يكون هو المنقذ لوستهام كان قرار سيء جدا من اداره وستهام. وولفرهامبتون فرقه كويسه جدا، والماتش اللي فات عملوا ماتش كبير يعني، وستهام عندهم مشاكل بيصارعوا على الهبوط، وفي رايي ان للاسف ممكن ان هي واحده من الفرق اللي ممكن تنزل. كريستال بالاس حازم. كريستال ماشي بشكل كويس جدا، التاسع على الدوري من الفرق القويه، لكن هو بورموث هو السنه دي نقطه على اساس كبيره جدا، بورموث السنه اللي فاتت عمل موسم رائع، المدرب زي ما هو ما اتغيرش، اللعيبه زي ما هي، يمكن جالها انتدابات مهمه، لكن السنه دي الحاله الدفاعيه ضعيفه جدا، بيخسر ماتشات كتير جدا في ملعبه، ملعبه كان دايما نقطه قوه السنه اللي فاتت، السنه دي في اسوأ حياه مراحله، حتى المهاجمين بتوعه اللي كان دايما كينج وكده معتمد عليهم مش في حالتهم الطبيعيه او مش في حالتهم الطبيعيه، ما بيسجلوش اهداف كتير. ولو تلاحظ الاسبوع ده يعني كل الفرق اللي بصارع الهبوط ما استفادوش خالص من الاسبوع ده، يعني استون فيلا كان عنده ماتشين خد نقطه من 6 نقط، بورموث خسر، نورتش خسر، ويست هام خسر، مفيش حد يعني كانها لم تكن هذه الجوله، محدش استفاد منها، يمكن استون فيلا الوحيد اللي خد نقطه واحده، بس كان عنده 6 نقط ماتشين في ملعبه ما خدش منهم حاجه. نيوكاسل
نيوكاسل عمل ماتش كويس يعني غريب. انا افتكرت ان شيفيلد هيبقوا منظمين بشكل اكبر. شيفيلد فريق كاونتر اتاكينج تيم واتفرجت على ماتش كويس. استغربت ان شيفيلد بيلعبوا بره ملعبهم ولاول مره يمكن السنه دي بيهاجموا وبيحاولوا يبقى معاهم استحواذ. الراجل غير الفلسفه بتاعته شويه. ستيف بروس كان ذكي جدا واستغل الطريقه اللي بيلعب بيها شيفيلد ان هو اللي بقى دروبنج ديب وهو اللي بيلعبوا على الهجمه المرتده فقدر ان هو يكسب ماتش مهم جدا. ستيف بروس عنده مشكله كبيره انه عارف ان ممكن الصندوق السعودي خلاص على يعني على خلاص هيشتري النيوكاسل وعارف ان في ممكن في مدرب جديد جاي مع البادجت الجديده اللي هتبقى محطوطه. نيوكاسل على فكره هيبقى زي مان سيتي كده خلاص يعني التدريج يعني واكتر كمان. لكن ستيف بروس بيحاول يثبت للعالم كله ان انا استحق اكون جزء من المشروع الجديد على امل ان هم يتمسكوا بيه. استون فيلا وتشيلسي. استون فيلا ماتش صعب. تشيلسي طبعا الفرقه بتنافس على تشامبيونز ليج. لامبرد عمل شغل لكن لعبوا انا شايف لعبوا ماتش كويس على الاقل شوط لعبوا كويس. يمكن انا شايف هو استون فيلا احسن فرقه في الاسبوع اللي فات من الاربعه اللي تحت لعب ماتش او لعب ماتشات او كان اداؤه كويس. يعني مع تشيلسي تشيلسي عانى لغايه لما يكسب. كان خسران واحد وتعادل وبعدين كسب. حتى ماتش شيفيلد اي نعم دخل فيهم جول ما اتحسبش لكن بيحاولوا. لكن طبعا زي ما بقول لك اسبوع بالنسبه لهم ست نقط اكيد كانوا لو على الاقل خد ثلاثه منهم كان هيخليه في منطقه نوعا ما مطمئنه شويه لكن ما استفادش خالص. لكن يعني انا بشوف ان هم اكثر فرقه في الاربعه اللي تحت كانت ادت اداء جيد على الاقل يعني. ايفرتون وليفربول. ليفربول مش مستوى ماتش وحش طبيعي بعد الرجوع ماتش وحش برضه تاثروا بغياب صلاح. يعني صلاح مهم جدا يعني وده برضه يعني مهم جدا ان دلوقتي ليفربول يبتدوا يفكروا للموسم الجديد ان لازم يبقى في واحد تاني جامد بعد الثلاثه اللي قدام. يعني المشكله ليفربول في رايي ان لو واحد من الثلاثه ما بيلعبش بينزلوا شويه. هو جه في وقت من الاوقات راهن على شاكيري وشاكيري عمل دور كويس جدا لكن بعد كده خسر شاكيري نفسيا. لان شاكيري لعيب مزاجي يعني خسره نفسيا. لازم ليفربول يبتدوا يفكروا ان الثلاثه اللي جامدين قوي عندهم قدام صلاح وفيرمينيو وماني ان يخش معاهم ينفستوا ان هم يخش معاهم واحد رابع لا يقل قيمه عندهم ويبقى في تنافس بين الاربعه. بس لازم عشان ما ينفعش ان انت لو حد وقع منك تقع. ودي في رايي حاجه من الحاجات اللي اداره ليفربول عنده اوريجي كويس كان يعني اوريجي بس يعني انا احسن البدول على مستوى العالم يعني. انا تشامبيونز ليج نزل جاب فاينل تشامبيونز ليج جاب في برشلونه ماتش 4 يعني دايما كان كويس. لكن هو الماتش اللي فات ميدو من امينو ده ما ينفعش يبتدي الماتش بصراحه مع احترامي طبعا لعيب كويس كل حاجه لكن هو ابتدى غلط من وجهه نظري. من امينو مش لعيب طرف خالص. من امينو لعيب خسر السرعه وخسر الديناميكيه خسر تلعب في ال 20 متر الاخيره ليفربول انتصر بسرعه. انا نفسي يعني لو ليفربول يعني انا في رايي ان ليفربول يعني دي كانوت افورد او ما يقدرش يستحمله ان هو واحد من الثلاثه يتصاب اصابه طويله. فانت النهارده ليه انت راجل كده كده ما صرفتش فلوس كتير السنين اللي فاتت. جبت كيتا جبت لعيبه معينه شاكير لعيبه كلهم بفلوس قليله. ليفربول لازم يخشوا في فيز معين. الوصول للقمه ده زي ما بيقولوا ان المحافظه على القمه اصعب من الوصول اليها. هم وصلوا للقمه دلوقتي عشان تقدر تكسب البريمير ليج تاني السنه الجايه وتقدر ان انت تبقى منافس للتشامبيونز ليج لازم تعمل ابجريد للفرقه بتاعتك. الابجريد الرئيسي في وجهه نظري سنتر باك جاي من جنب فان دايك ايا كان الثمن لو معاك البادجت ولعيب رابع مع الثلاثه دول هتخش في حته ثانيه. طب الكلام مع كوليبالي بتاع نابولي لو كوليبالي جه مع فان دايك هيبقى عندهم اقوى تشيلسي سيتي زي ما بقول لك مانشستر سيتي جوارديولا غير التشكيل خالص يعني سبعه تقريبا الاربعه الديفنس كله متغير. نص الملعب غير واحد او اثنين اللي تحت الفيرود مغير واحد الفيرود مغير غير سبعه كتير. لكن هو عنده تشكيله قويه عنده لعيبه كتير بتنفذ عنده باتنين باك شمال عنده اثنين باك يمين عنده اثنين ديفندرات عنده اثنين تحت كل مكان فيه اثنين كويسين. يعني بيلعب مع بيرلي 5-0 مع الرقفة اول شوط 3-0 متسيد اللقب 90 دقيقة انت بتلعب وان سايد يعني وان سايد جيم وان سايد جيم بالانجليزي وان سايد انا ما عارف ربنا يخليك يا حبيبي. لا يعني انا دايما بشوف جوارديولا وانا مستغرب ان السنة دي يمكن هي الأسوأ بالنسبة لجوارديولا في فقدان النقاط بالشكل الرهيب ده. فرق 20 نقطة بينه وبين ليفربول رقم كبير جدا وعمرك ما تتوقع او تتخيل ان فرقة يمسك جوارديولا يبقى فرق بينه وبين الأول 20 نقطة. فقد نقاط كثيرة جدا في الدور الأول والثاني بشكل مستفز وماتشات كتير قوي يكون مكاسبها بيخسر في آخر دقايق. لكن خد بطولة كاس ماشي بشكل كويس رجع تاني العجلة تمشي بالشكل الطبيعي. وزي ما بقول لك يمكن هو أكتر فرقة عجبتني تحس إن ما بطلش كورة أو ما قعدوش أربع شهور يعني. أنا يعني قبل تكملة على كلام كابتن حازم
انا في رايي ان سيتي دفع ثمن عدم التعاقد مع مدافع قومي بديلا لكومباني، وان انت خسر لما لابورتو تعور على فكره، ولما لابورتو تعور فاضطر ان هو يرجع فرناندينيو يرجعه ورا، فخسر فرناندينيو في نص الملعب وورا هو مش احسن سنتر باك، فخسر التوازن اللي كان موجود. اوحش حاجه في الماتش ده سيف ان كان في بانر طياره طارت فوق الاتحاد ان بيقولوا وايت لايفز ماتر بيرنلي، جماهير بيرنلي اجرت طياره ببادج ببانر كبير حوالين الملعب بتطير بتقول وايت لايفز ماتر، وكانهم ضد الحمله اللي العالم كله دلوقتي بيقودها اللي هي بلاك لايفز ماتر عشان القضاء على العنصريه، وانجلترا كلها مقلوبه من البانر اللي اتعمل ده اللي طلع في التلفزيون وفي كل حته، لان كانوا متوقعين ان على الاقل هتقول اول لايفز ماتر يعني ماترز مثلا يعني كل الناس مش الوايت لايفز ماتر بس. فالعنصريه قضية في العالم كله موجودة، موجودة في انجلترا بشكل كبير جدا، انا نفسي تعرضت لها بشكل كبير على مدار سنوات وعلى مدار مباريات جوه الملعب، كان دايما كنت دايما بتعرض ليها، صلاح اتعرض ليها في وقت من الاوقات، لعيبة كتير اتعرضت ليها. فمن ضمن الحاجات اللي يعني اللي كل انجلترا اتكلم عليها في ماتش سيتي وبيرنلي، بيرنلي وايت لايفز ماتر. طيب نروح بقى للاسبوع ال 31 ونشوف كده توقعات النشاط مع ميدو حازم سريعا. اول ماتش ليستر سيتي. ليستر سيتي مين طيب؟ برايتون. ليستر النهارده. توتنهام. ليستر برضه. توتنهام وست هام. ماتش صعب ده. توتنهام. بارنز. مين؟ وولفرهامبتون وبورنموث. نفس الكلام اللي بتقولينه. مش عارف ايه السبب. ليستر واحده مع الورقه معاه. الناس مش عارفه ايه وولفرهامبتون وبورنموث. الناس مش عارفه ممكن ما يبقاش متابع مش الورق. انا بقول وولفز. لا وولفز. مانشستر يونايتد وشيفيلد. مانشستر يونايتد مش شيفيلد. شيفيلد وينزداي. شيفيلد وينزداي. هو قافل ليك كده تعبان. كمل الكلمه طيب. فكر في الموضوع. نيوكاسل واستون فيلا. واستون. تعال. ليفربول. ليفربول كريستال بالاس ماتش صعب بس اعتقد ليفربول لو اداؤه اتحسن وصلاح رجع اكيد هيكسبوا يعني. ارسنال يكسب اميدو. ساوثهامبتون لا ساوثهامبتون هيكسب ارسنال. هيكسب. واتفورد يكسب. بيرنلي واتفورد. ماتش صعب بس واتفورد يعني تعادل او بيرنلي. مانشستر سيتي هيكسب تشيلسي. طبعا تعادل. لا ماتش صعب. تعادل. شرطونا ورطونا. اسبوع كثيف والله. اشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب دايما. خلصنا النهارده، استنونا بقى في حديث اخر عن الاسبوع ال 31 للدوري الممتاز. نشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير بعد عوده الكوره، وان شاء الله الفتره الجايه يكون في حديث كمان عن الدوري المصري. اشوفكم على خير. الدوري الانجليزي لكره القدم والهدف الاول والله دي فن ولعب كبير السنه اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي